سيمبا في البداية مستوى الفرقة في تصاعدي، بمعنى ان سيمبا في السنوات الأخيرة في من ناحية البطولات الأفريقية وتحديدا في دوري أبطال أفريقيا يعتبر من الفرق اللي بتكون شبه موجودة في دور المجموعات، وممكن بنشوفهم في الأدوار الإقصائية في دور ربع النهائي. سيمبا من الفرق الطموحه، من الانديه الطموحه، يعني احنا بنشوف السنوات الاخيره الكوره شويه في افريقيا اتغيرت على مستوى الانديه، يعني احنا بنتكلم ان وجود سيمبا، وجود طبعا صن داونز، وجود الوداد مع الاهلي، ففي فرق يعني بقت دلوقتي الخريطه اتغيرت شويه. صحيح ان الفارق التاريخ والامكانيات كبير ما بين الاهلي وسيمبا، لكن الاهلي كان ممكن زي ما ذكرت ان كان يحسم المباراه من الشوط الاول، وكان في بعض الندم شويه على الفرص اللي اهدرت، لكن في نقطه بعض الشيء، ودي مش من يعني مش من المباراه اللي فاتت، لا كانت من مباراه الاسماعيلي بالتحديد، لما تصريح من الكابتن خالد بيبو قال على الجول اللي احنا استقبلناه مش حلو او مش لطيف، وده كان مؤشر تحذير شويه ان صحيح بتهدف وبتجيب اهداف، واحنا شبه ان انت كان كل وقتها مباراه كمان عز الثلاثات والاربعه. صحيح ان كل ماتش على الاقل بتجيب ثلاثه واربعه وبتكسب واداء وكل حاجه، لكن النقطه الدفاعيه عليها بعض ملحوظه شويه من على اللعيبه، لكن في الاول وفي الاخر انت دلوقتي بتلعب مباريات يعني خروج مغلوب، مفيش فرصه ان انا اعوض، وما عنديش فرصه ان انا يعني ان انا اصحح لسه اخطاء، وخصوصا ان انا عامل الزمني بسيط ما بين مباراه الذهاب ومباراه الاياب، فاللي زي ما بيقولوا كده ببلدي اللي ذاكر ذاكر، يعني خلاص اللي ذاكر ذاكر. فمباراه الاياب مفيش فيها هزار، خصوصا ان انت عندك عوامل كتيره تساعدك انك تكسب، بتلعب على ارضك، بتلعب وسط جمهورك، عملت صفقات كويسه، اداره فنيه مستقره، اداره عموما مستقره، فعندك ظروف مهيئه انك تكسب، وتكسب كمان بنتيجه مريحه ليك. احنا واحنا بنتكلم معاك شايفين لقطات لانفنتينو وهو بيسلم على اللعيبه. المباراه طبعا بالنسبه لنا كانت تاريخيه، خصوصا ان اول مباراه في البطوله بتكون مباراه للاهلي، واول هدف انت بتسجله في البطوله كان النادي الاهلي، وجود شخصيات كبيره، بنتكلم رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، وبنتكلم على وجود شخصيات من الناحيه التدريبيه زي ارسن فينجر، فكانت مباراه تاريخيه للنادي الاهلي، وكنا نتمنى ان احنا طبعا نكسب، لكن ان شاء الله في مباراه العوده نعوض، خصوصا زي ما انا ذكرت ان البطوله ما هياش سهله بوجود فرق كبيره زي صن داونز.